ستة أعوام تمر على اندلاع ثورة 25 من يناير، والتي أطلقت شعار عيش حرية عدالة اجتماعية بكافة ميادين مصر. وتباينت الآراء حول ما حققته ثورة يناير المجيدة وما لم تحققه. ومن أهم مكاسب ثورة يناير أنها أعادت النظر في السياسات الخارجية للدولة، وأنهت حالة التبعية لأمريكا كمساعد الدولة، خاصة بعد ثورة 30 من يونيو التي عدلت من مسار ثورة يناير إلى تحسين العلاقات مع العديد من الدول على أساس الشراكة والندية والمصالح المشتركة، إضافة إلى كتابة الدستور 2014. هو أهم حاجة اتحققت في الفترة اللي فاتت الأمان، إن أنا دلوقتي بنزل عادي، بنزل بالليل وبنتي بتنزل وما فيش حاجة، الأمان. هي ثورة، هي ثورة بس 70% اتحقق. كحياة اجتماعية شوية، إن الناس اللي كانت عايشة في العشوائيات دلوقتي لا، في أماكن تعيش فيها أكتر من العيشة اللي هما كانوا فيها، كانت أوحش عيشة. هما كانوا ما كانوش عايشين أصلا، وكان في ناس بتموت بسبب العشوائيات، لكن دلوقتي في ناس عايشة على الأقل يعني. في ثورة 25 من يناير كانت ثورة ضد الفقر والجوع والبطالة وغلاء الأسعار، وكان من أهم مطالبها رحيل النظام الحاكم وتحقيق العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. في البداية كانت بدعوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فلبى آلاف المحتجين الدعوة، وخرجت التظاهرات السلمية في مختلف أرجاء مصر مرددين هتافات الشعب يريد إسقاط النظام، وأخذت المظاهرات تتزايد حتى دمرت مقرات الحزب الوطني وأقسام الشرطة بجميع أنحاء المحافظات، وصولا إلى موقعة الجمل، وأخذ الوضع يزداد سوءا حتى أعلن السيد عمر سليمان نائب الرئيس الأسبق مبارك حينذاك بتنحي مبارك عن السلطة وتسليم مقاليد حكم البلاد للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، لتنفجر مظاهر الفرح العارمة في شتى أنحاء البلاد، وخرج الملايين في جميع المحافظات إلى الشوارع والميادين ابتهاجا بتحقق أول مطالب الثورة والمتمثل في إسقاط النظام. كان كله بيتكلم عيش حرية عدالة اجتماعية. النهاردة أنا عشان أحقق هذه المطالب أنا محتاج خطة طويلة للدولة، محتاج يكون في نوع من الشفافية عشان المواطن العادي يطمن. أنا النهاردة عشان أعرف أنا استفدت إيه من الثورة، ممكن بمنتهى البساطة هشوف مرتبي كام أو دخل الشهر كام وبيكفي أولادي في الفترة دي ولا لا. مفيش حاجة اتحققت. وجهة نظر أنا الغلبان زي ما هو، مفيش الحاجة بتغلى والمرتبات زي ما هي. وعندما أراد الشعب المصري أن يحافظ على مسار ثورة 25 من يناير والتصدي لجماعات الإرهاب والظلام، كانت هناك ثورة 30 من يونيو التي انتهت بإنهاء حكم الإخوان. مميزات عديدة جناها المصريون من ثورتين، مميزات كان من بينها تحديد فترة الرئاسة بأربع سنوات، إضافة إلى زيادة المشاركة الشعبية في الحياة السياسية.